أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين وقرة عين المحبين وكنز العارفين وحبيب رب العالمين ورحمة الله للعالمين وشفيع العصاة والمذنبين ورحمة الله للعالمين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. قال الناظم الإمام العالم الرباني والغوث الصمداني والولي الرحماني صاحب الفيضة والفيوضات وصاحب كمال الوراثة مربي السالكين مربي المريدين ومركي السالكين مولانا الشيخ إبراهيم من الحاج عبد الله نياس الكولخي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به آمين. واستحضرن شيخك المربي كذاك شيخه بدون ريب. الكمال احتضار صورة شيخك ومربيك ومرقيك مجازا. المربي الحقيقي والمرقي الحقيقي والمرشد الحقيقي والهادي الحقيقي هو الله تبارك وتعالى جل جلاله، وزها جماله وعز كماله وتقدست أسماؤه وصفاته. أما من باب الأسباب والمسببات والمجاز، أن استحضار هذا المربي اللي هو شيخك الكامل الذي اقتنعت به بأنه عالم بالشريعة وعالم بالطريقة وعالم بالحقيقة وعالم بأدواء النفوس وعالم بأدويتها، يدلك على الله ويشفعك في عثراتك وهفواتك عند الله سبحانه تبارك وتعالى. هذا استحضره كذاك شيخه في السلسلة بدون ريب، أي بدون شك في كماله وولايته وصلاحه وبركته وصحبته. وهذه الصحبة هي صحبة قلبية، صحبة روحية. هذا عند ذكرك أوراد شيخك ووظائفك التي لقنك إياها تستحضره بدون ريب. نعم، ولازم الحضور والسكون. الحضور مع الله، والحضور مع رسول الله، والحضور مع شيخك، أي استحضارك صورته الكاملة في شريعته، الكاملة في طريقته، الكاملة في حقيقته، الكاملة في توجهه إلى الله، الكاملة في
إقباله على الله الكامل في تعلقه بذات الله ورضاه بذات الله ومحبته لذات الله وتعلقه في ذات الله بذات الله سبحانه وتبارك وتعالى. الحضور شيلة، خذ هذا الحضور ولازمه دائما، والسكونة وهو الوقار والسكينة والطمأنينة والهدوء في الذكر، كذاك خلوة، ولازم كذلك خلوة تعينك حينا بعد حين، يعني تعتزل من الناس وتتدرب على العكوف على باب الله وعلى دوام الذكر، الذكر القلبي، الذكر الروحي، الذكر العقلي وسائر مراتب الروح وتجلياتها. واطلب مربيا، واطلب كمان قبل ذلك كله مربيا، أي ناقلا لك من مقام إلى مقام، خبيرا، خبيرا بأدواء النفوس وأدويتها، وخبيرا بالمنازلات في مقامات الدين الثلاث، وهي المقامات الإسلام والإيمان والإحسان كما جاء في حديث سيدنا جبريل عليه السلام. وأما المنازل هي التوبة أولا، سواء كانت التوبة العامة، توبة العامة أو توبة الخاصة أو توبة خواص الخواص، وكذلك المنازلة في الإيمان. هذه المنزلة منازل، هي منازل مقامات الإسلام. وأما مقامات المقام والمنازل، مقامات المنازلة، منازل منازلة المنازل هي في الإيمان الصدق والإخلاص والطمأنينة، وفي مقام الإحسان كمان المراقبة وهو الشعور والإحساس العارم باطلاع الله تبارك وتعالى لك بعلمه وسمعه وبصره ورقابته سبحانه تبارك وتعالى لك، خبيرا بهذا كله، ومشاهدته كمان ومعرفته. هذه هي المنازلات في مقامات الدين الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. إذن أطلب الخبير الذي سار على الطريق، على طريق رسول الله، فوصل وصول علم حتى كان العلم له ضروريا بديهيا، ناصحا مخلصا لله سبحانه تبارك وتعالى، خبيرا ناصحا، ناصحا حتى يعني ناصحا لربه، على حد قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا لمن؟ لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا النوع من المربي الكامل الذي كمان يخلص لك في محبتك، محبته لك في الله، ويخلص في تربيتك، ويخلص في مراقبتك ورعايتك والعناية بك حتى تصل إلى ما يصل إليه أهل مقامات الدين الثلاث، أهل المعرفة، إلى ما وصل إليه حتى يصلك بنا. هذه النصيحة: كامل عرفان، حال كونه كامل عرفان بالله، وكامل عرفان برسول الله، وكامل عرفان بكتاب الله، وكامل عرفان بسنة رسول الله، وكامل عرفان بأحوال القوم والسير. إماما، حال كونه كمان إماما،
إماما صلح للإمامة لأن الله تبارك وتعالى هداه فعلم فعامل بما علمه وحتى صار في مقام العلم وفي مقام العمل وفي مقام الحال إماما صالحا 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 للإمامة والقدوة والأسوة. مثل هذا إذا وجدته ملكه نفسك نفسك ملكه فلا تدبري بعد تدبير كل خل للخالق ثم في عالم الأسباب والمسببات. لهذا الشيخ الكامل التي صفته هذه الصفات التي ذكرت في البيت الذي قبل هذا. وكن كميت هنا كن كمثل الميت الذي لا يدبر نفسه، مش معناه يعني تجرد عن السؤال في العلم، في علم الشريعة أو في علم الطريقة أو في علم الحقيقة فيما أشكل عليك، لا تسأله، لكن بالأدب وتنظر أوقاتك. وهذه الأدب هي موجودة في أداب طلب علم الحديث، حتى هي موجودة في كتب أداب الراوي والطالب الشيخ والطالب. دواما تخبري وكن كميتا دواما تخبري، أنت أيضا تخبر تكون خبيرا بهذا الطريق، خبيرا بمقامات الدين الثلاث ومقامها ومنازلاتها أو المنازل منازل المقامات الدين الثلاث التي هي تسع منازل. تخبري أنت أيضا تكون خبيرا فيما بعد وتكون إماما وتكون مربيا كاملا، وكذلك أنت كمان بدورك بعد الإذن من الله سبحانه وتبارك وتعالى والإذن من شيخك الكامل تكون إماما يقتدى بك. ولا تخالفه لا تخالفه ولو بان فساد رأيه فكن دواما ذا التسع. وهنا هذه المسألة يلام بها الصوفية رضوان الله تعالى عليهم، قالوا ما دام كان هو عقله أكبر من عقلك وقلبه أكبر من قلبك وروحه أكبر من روحك وهدايته وخوفه من الله وتقواه من الله، ودام ما دام مربي خبير ناصح كامل عرفان وإمام صالح، عند هذا كن مثل الميت فيما يأمرك وينهاك وفيما يصلح دنياك وأخراك. ولو بان فساد رأيه في بعض الأشياء في بعض الأمور، ممكن أنت يتخيل لك أن رأيه هذا بالنسبة لك غير صالحين يعني لا يصلح معه، لكن فكن إذن دواما ذا اتساء ذا اتباع وذا اقتداء. إذا كان الإنسان أعمى وله قائد مبصر، وربما يختلف رأيهما وربما يحصل لهم اختلاف في الآراء، لكن هذا الأعمى هل من العقل أو من الشرع أو من الحكمة أن يخالف قائده؟ هذا في طريق الدنيا، هذا في طريق الحس، فما بالك في طريق الآخرة؟
لأنه ما دمت مقتنعا أنه خائف من الله وما دام أنه ناصح لك لا يأمرك بما يفسدك بل بما يصلحك ما دام متبايعته هذا وقال. أما فيما خالف فيه كتاب الله صريحا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أصلا ليس شيخا وليس كاملا وليس إماما يقتدى به كسائر المجازيب خاصة يعني. المجازيب الذين هاموا في حب الله تبارك وتعالى وذهبوا في الله وفنوا في الله وهم لا يصلحون للاقتداء. أما ما دام كان هذا سوى كامل الجذب أي كامل الانجذاب وكامل الانشداد وكامل الذهاب في عظمة الله وجلال الله وكمال الله ومشاهدة الله والرضا بالله والتعلق بالله هذا يعني هذا إنسان كامل بشريعته وكامل بطريقته وكامل في حالة فنائه وكامل في حالة بقائه. هو جمع بين الفرق والجمع وبين البقاء والفناء وبين الانسحاق والانحقاق والاندكاك في تحت عظمة الله وجبروته وقهروته سبحانه وتبارك وتعالى. لكن مع ذلك الله تبارك وتعالى أحاطه بحفظه ومع ذلك لا ندعي أنه معصوم إلا إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخطأ للشيخ أقوم وأليق من المريد عند من عقل كما شبهنا بالأعمى مع البصير. ما في ما في ما في كلام يعني جربنا الذين صاروا إلى ضرر يعني إلى يعني بعد أن كانوا يبصرون صاروا يعني لا يبصرون يسمون ضرير. الأعمى هو الذي خلق لا يبصر وأما الضرير هو الذي انضر في الأخير. أول كان يبصر مثلا هذا الإنسان دائما قالوا يعني لقوانهم يقولون والله من ناحيتي أنا من جهتي أنا عندي تصور أن الطريق الذي أنت ذاهب فيه يعني طريق خطر وأنا عندي طريق مستقيم جدا وصواب أحب أن أذهب إليه. لكن يعني من الذي يعني ما الذي يجب على هذا الأعمى أو على هذا الضرير أن يقتدي به؟ فعلا البصير. إذن من المريد وأليق من المريد عند من عقل فخطأ للشيخ أقوم وأليق من صواب المريد الذي يعتقده وهو وهم عند من عقل. لا تلتفت لغيره في العالم بعد ذلك لا تلتفت لغيره في العالم ما دام وجدت شيخا كاملا وخبيرا وبصيرا بالطريق يجب عليك ألا تلتفت منه إلى غيره. وكن كما لو كنت دون عالم وكن في حالك كما لو كنت دون أي عالم من العوالم. معنى ذلك أنك يعني كبر على غيره من الشيوخ وعلى وهذا موجود حتى في طلاب علم الحديث أو الفقه أو القرآن مثلا يجب أن يأخذ من شيخ واحد قريب له قريب منه من بلده يعني. إذن إذا كان هكذا حتى تحصل ما عنده ينبغي أن تصبر معه حتى تمهر فيما يحسن من الفن ثم تتحول إلى عالم. فليس للمريد غير ذا الولي. أصل هذا الولي هو نصيبه من حضرة الله في قسمة الله في إرادة الله في سابق علم الله. هذا الشيخ الكامل الذي تصورته كاملا تجلى لك بكمال صورة المتابعة لرسول الله كمال التقوى والورع من الله سبحانه وتبارك وتعالى هذا نصيبه.
وكن كما مع الرسول فليس للمريد غير ذا الولي مع الرسول ولا بعده إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مولاه العلي ما في أصل لهذا المريد إلا الله جل جلاله وهو ربه. ورسوله وشيخه والله من ورائهم محيط والنبي رحمة الله للعالمين وهو مع كل فرد من أفراد أمته صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن فيكم رسول الله بالقرآن معنا بسنته معنا بروحه الشريفة معنا صلى الله عليه وسلم. وهو لما كان هناك كان في أحاديثه لا يخاطب معدوما وهو موقن أن هناك موقن أن هناك من يأتي من بعده من أمته إلى يوم القيامة. إذن هو معنا بوجه من الوجوه المتعقلة أو المعقولة. وثم مولاه العلي الذي هو أعلى من الرسول الله وأعلى من هذا الولي والله من ورائهم محيط ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وهو معكم أينما كنتم. هو المدبر جل جلاله الذي دبر لك هذا، دبر لك بأن كان رسولك صلى الله عليه وسلم هو رسولك نبيك أولى بك كمؤمن. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهذا الشيخ كمان هذا الشيخ كمان هو من العلماء الربانيين الذي دل عليك القرآن، دلك القرآن عليه. أيها الذين آمنوا كونوا من الصادقين واتبع سبيل من أناب إلي بهذه الطرق. ما دام غيرهم بقلب لا ينال معرفة المولى أقول بارتجاع. ولا ما كده؟ ما دام غيرهم بقلب الله ورسوله وشيخ بقلب لا ينال معرفة المولى، ما دام غير الله في قلبك وغير رسول الله بقلبك وغير شيخك بقلبك لا ينال معرفة المولى الخاصة الذوقية. المعرفة هي ارتفاع حجب الأغيار والأقدار وهو ما سوى الله تبارك وتعالى في حضرة الوجود المطلق الذات العلية وفي حضرة الأسماء والصفات وفي حضرة الأفعال ما في غير الله وفي حضرة الدلالة على الله والشفاعة عند الله كمان ما في إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وورثته هؤلاء الأولياء الذين كمل شريعتهم وكمل طريقتهم وكملوا في حقيقتهم. الشريعة أن تعبد بما أراد الله أن يعبد هو شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والطريقة والقصد بهذه الأعمال والأقوال والأفعال والنيات وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى. والحقيقة ألا ترى نفسك فاعلا، أن ترى منة الله، أن تشهد منة الله عليك في جميع ما تحققت به من شريعة وطريقة وحقيقة. أقول هذا الكلام بارتجال، أي ارتجلته ارتجالا، يعني ما بلا تأمل بلا سابق. وكن مع الشيخ، وقال وكن كمان مع الشيخ شيخك
دواما تربحوا، دواما تربحوا. كلما كنت مع الشيخ بقلبك وعقلك وشؤونك كله تربح، وكن محبا له كما وامقا فتفلح، تفلح تنتج الفوز في الدار. بقدر ما تحبه تنال، بقدر مبلغ محبتك له تنال أمداده التي هي تحملها ذاته بأمر الله وبإذن الله تبارك وتعالى. فالقوم العارفون هذا قالوا هذا. أنفق طريفا تالدا، الطريف الجديد مما اكتسبته من النفس والنفيس، تالدا ما اكتسبته من مالك مما لك من نفس ونفيس قديم في طلب رضاه، رضا الشيخ هذا. بادر إن أشار تصيبي، إذا أشار لك إشارة بادر إلى، لأن هذا محل مددك ومحل زيادتك ومحل تربيتك، أي انتقالك من مقام إلى مقام ومن حال سني إلى حال أسنى، من مقام رفيع إلى مقام أرفع. هذا طريقك، هذه الإشارة كلها هي تنفعك ولصالحك. في طلب رضاه بادر إن أشار تصيب الخير، وأرض شيخك ولو أبكاك، وأرضه شيخك ولو أبكاك. وتارة يمكن الشيخ رضي الله يجري عليك امتحان، أو كمان يكلفك شيئا قويا، بقدر على قدر المشقة يكون الأجر، الأجر هذا. أو كمان ممكن يعني يوبخك، يلومك، لأنه يريد لك المعالي دائما، يريد لك الأولى، يريد لك الأرفع، ويريد من الحال ومن المقام. وإن أبكاك لكنه للخير قد هداك، إنما يهديك في هذه التبكية لك للخير قد هداك، يهديك إلى ما فيه. ما دام هو ناصح خلاص، اتصف بالناصح والخبير والإمام والمربي، شهد له الشهداء من مشايخه الذين تربى عليهم وترقى على يديهم وكمل على يديهم. وأحرص على الأوقات، أي حرص الأوقات هذه أحرص عليها، زمنك ما تفرط فيه. الوقت سيف إذا لم تقطعه، إن لم تقطعه قطعك. واحذر من أن تبلى بلاء نقصي في المقامات، أحذر كمان من أن تبلى بلاء نقص في الإرادة. صحبة عندها شروط لازم تكتمل هذه الشروط. وبعدين الكمال في العبودية هو المطلوب. إذن أحذر من أن تبلى بلاء نقص، من لابد أن تكون في زيادة دائما، لابد أن تشعر دائما وأن تحس دائما وأن تعلم دائما أنك في ازدياد في القرب من الله والقرب من رسول الله والقرب الروحاني مع شيخك رضي الله عنه، في المعية الأخوية الإيمانية التي تجلى في سورة الشيخ في هذا المكان. نقف هنا وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.